السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بقناة محمد تيوب لأحدث الترددات على القمر الصناعي النايلسات. في بداية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نعرض لكم اليوم تردد قناة سيما علي بابا الجديد على القمر الصناعي النايلسات، تابعوا معنا للنهاية لنتعرف على تردد هذه القناة. من زر المنيو بالريموت تظهر معنا قائمة التركيب، ثم نذهب إلى قائمة الترددات. لإضافة تردد جديد نضغط على الزر الأحمر الموجود بالريموت ونقوم بإدخال التردد 11177 على معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي وحرف الأتش، ونضغط موافق لإدخال التردد. نقوم بوضع إشارة الصح أمام التردد ونضغط على الزر الأزرق الموجود بالريموت البحث عن الشبكة، نجعله مغلق، نوع القناة نجعلها مجانية، ونضغط موافق لنبدأ عملية البحث. ظهرت معنا 39 قناة على هذا التردد، نضغط نعم لحفظ عملية البحث. نعرض لكم اليوم تردد قناة سيما علي بابا الجديد على القمر الصناعي النايلسات. قناة سيما علي بابا قناة رائعة وجميلة تعرض العديد من الأفلام، شاهدوها على تردد 11177 على معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي وحرف الأتش. بالنهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.